نعم، يا أبي انظر 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 إلى هذه الشجرة. أين هي؟ إنها كبيرة جدا، وانظر إلى النباتات كبيرة جدا. أها. أوه يا سلام، هذه الغابة جميلة جدا. يا بني. نعم. يا بني، أنت تحب أن تمشي هنا صح؟ أوه طبعا. نعم جميل هنا. لكن يا أبي. تعال نلعب. أية لعبة تريد؟ حسنا، أنا أتظاهر أنني أنت وتتظاهر أنك أنا ونمشي في الغابة. أوه تعني أتظاهر أنني أنت وأعمل الأشياء التي تعملها في الغابة. نعم نعم، أنا أتظاهر أنني أنت وأعمل جميع الأشياء التي تعملها أنت عندما تمشي في الغابة. موافق يا أبي. حسنا يا بني، تعال. حسنا تعال. حاضر يا أبي. أبي انظر هنا. ماذا؟ انظر هنا إلى هذه الدودة. أوه أنا لا أحب شكل الدودة. واو شكلها أنا أقصد بني، لا تكره الدود. بعض الدود مفيد لأنه يساعد في نمو الأزهار، إنه صديقنا. انظر انظر إلي. واو أنت شجاع يا أبي. لا لا يا بني. نعم. انظر إلى الأمام. أمام؟ جرحت أصبعي. هات يدك. إنه مؤلم. هذا خدش بسيط. ابني. لكن يؤلمني. هات يدك ثانية. كيف تشعر الآن؟ صارت أحسن. شكرا يا أبي. عفوا ابني. انظر إلى الشجرة، أريد أن أصعد عليها يا أبي. وأنا عفوا أقصد ابني، تستطيع أن تصعد ولكن لا ترتفع كثيرا. حسنا. واو انظر إلي، انظر يا أبي، صعدت كثيرا. انظر يا أبي، واو أنا فوق لكن لا أعرف كيف أنزل. أنا خائف يا أبي. لكن أنت ارتفعت كثيرا. خائف. قلت لك لا ترتفع كثيرا. وماذا أعمل الآن؟ سأساعدك. شكرا يا أبي. شكرا. يا أبي. مالك؟ يا أبي هل يمكن أن نوقف هذه اللعبة ونعود كما كنا أنا الابن وأنت الأب؟ كما تريد يا بني. صح؟ نعم. يا سلام حلوة. المشي في الغابة جميل جميل جدا. صح يا بني جميل. عظيم. يا أبي. يا أبي هل الآباء يعملون كل هذه الأشياء لأبنائهم؟ يلمون الدود ويرفعون من يقع ويبوسون الجرح وينزلون أولادهم من الأشجار؟ نعم طبعا. واو يظهر أن عمل الأب صعب. أو لا أعرف لكنه مفرح. تعال. انظر إلى هذه الشجرة، إنها كبيرة يا أبي. نعم يا بني لكن تعال. حاضر يا أبي.